الو، ايه رايك؟ الو 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 هاي يا تانت، انا هانا صاحبه سلمى. هانا صاحبه سلمى بنتي. هانا ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. اولا يا تانت ايه الحلاوه دي بس؟ بص بقى اصحاب بناتي طبعا دول ولادي. يا بختهم بيكي، يعني يحب طبعا ياكلوا من ايد حضرتك. قولي يا هنا. سلمى بنتها اصلا عامله لنا دعايه في الجامعه عن اكلها، عن اكل طنط وحلاوته، واللي احنا كنا كلنا اللي هو اي حد طبعا بيقول عن اكل مامته كده يعني. بس هي بجد سلمى عامله دعايه رهيبه في الجامعه. بعدين السنه اللي فاتت بقى كانت طنط عامله لنا عزومه في البيت تحفه، عزومه يعني يعني انت فاكراها من السنه اللي فاتت؟ معناته ان العزومه اكتر حاجه حبيتيها ايه يا هنا؟ طيب هو كل حاجه حرفيا حضرتك كنت عامله لنا من اول السوق نفسها، المحشي، محشي البصل طبعا دي كانت حاجه اول مره ادوقها في حياتي، تحفه تحفه. ورز معمر، كان في اختراع كده برضو بطاطس بالشاورما، دي كانت حاجه برضو اول مره ادوقها، لا طيب بجد تحفه. ولو قعدت بقى سألت طنط على الطريقة وخدتي الوصفة ها؟ كل حاجة. أيوة عملتيها حلو؟ طيب عملت أكيد مش زي بتاعت حضرتك يعني، بس أهو كانت حلوة برضو. وإيه حتى الحلو بقى بعد ما خلصنا برضو الكنافة، لا 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 الكنافة كانت طبعا بتتكلم عن الاكل بقالها يعني بقالها سنه العزومه. ما هي اللي قالوهم هم لسه لهم عزومه السنه دي لسه ما كنا. خلي بالك ده تنويع عن العزومه يعني. افتكرينا يا طنط يعني بالعزومه. لهم عزومه السنه دي ولازم تبقى حاجه سبيشال يعني. دول غاليين عليا وانا مبسوطه ان انا الحقيقه بعمل لهم حاجه هم بيحبوها. مش عايزه اقول لك ده بيبسطني قد ايه يعني. لا لا هي طنط بجد فنانه والله، حتى التقديم نفسه بتاع الاكل وزي ما حضرتك قلت في الاول يعني جمال لباقه ثقافه كله بصراحه. كده العزومه اكتملت، اتمنى ان شاء الله الاسبوع الجاي ده عزومه عند الاستاذه طنط الهام. ايوه وعزمي كل اصحابك بالمره يعني. شكرا. انا منتظره جدا. تنوريني يا هنا حبيبتي انت وكل الشله.